بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم بإذن الله نبدأ شرح الدرس الثاني من الوحدة الثانية للصف السادس الابتدائي بعنوان وصيته صلى الله عليه وسلم بالخدم والعمال. راح نتعرف بإذن الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخدم. تمهيد: إن من أبرز ما يميز مجتمعنا التزامه بالمبادئ والقيم الإسلامية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. نبدأ الآن بشرح هذا الدرس. أتعرف ذلك من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع خدمين. نذكر الآن النماذج في تعامل النبي مع الخدم: النموذج الأول الوصية بهم، والنموذج الثاني التحذير من الاعتداء عليهم. نبدأ بالنموذج الأول. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهذا الحديث نستفيد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخدم بالإخوة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهم فقال: فلنطعمهم مما نأكل، ونلبسهم مما نلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم من الأعمال الشاقة، وإن كلفتموهم فأعينوهم. ننتقل الآن إلى النموذج الثاني في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم: التحذير من الاعتداء عليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. فهذا الحديث نستفيد منه التحذير من الاعتداء عليهم، أيضا العفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نشاط واحد. ننتقل صفحة 76. أحدد المواقف أو أحدد الخطأ من المواقف وكيف وأوضح كيف يمكن تصحيحه. سقط الكأس من يد الخادمة فأخذت صاحبة المنزل تصرخ عليها وتشتمها. أحسنتم، هذا موقف خاطئ. نضع علامة خطأ. كيف نصحح هذا الموقف؟ تعفو عن زلتها أو تعفو عنها. أحسنتم. ننتقل الآن إلى الموقف التالي. مرض سائقنا فذهب به أبي إلى الطبيب. أحسنتم. نضع علامة صح على الإجابة الصحيحة. ننتقل الآن إلى الثالث. بعد الفراغ من الوليمة التي كانت في البيت، تكاتف أهل البيت جميعا لمساعدة الخادمة. أحسنتم، إجابة صحيحة. ضرب الأب سائقه الخاص بسبب اصطدامه بسيارة أخرى. موقف خاطئ. أحسنتم. والصحيح عدم ضربه نكتب عدم ضربه وإخباره بأن يكون أكثر حذراً.
النموذج الأخير، عند قدوم العيد اشترى أبي للسائق لباساً جديداً ليلبسه في العيد. أحسنتم، تصرف صحيح. ننتقل الآن إلى نتعلم لنعمل. اشتري للخادم معي إذا اشتريت طعاماً. أتجنب سب الخادم أو ضربه إذا أخطأ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمنا من خلال هذا الدرس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخدم. ننتقل الآن إلى الدرس الثالث بعنوان نهيه صلى الله عليه وسلم عن منع الخادم أجرته. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نتعرف الآن على معاني الحديث. قال الله تعالى: هذا النوع من الحديث يعرف بالحديث القدسي، حيث يحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، المعنى يخاصم الله الظالمين جميعا يوم القيامة، وخص هؤلاء الثلاثة لماذا؟ عللي. إشارة إلى قبح فعلهم وللتغليظ عليهم. الآن نتعرف على الثلاثة أنواع. النوع الأول: رجل أعطى بي ثم غدر، المعنى أي عاهد بالله وحلف به على الوفاء أو الأمان، فقبل من حلف له ثم يقوم الحالف بالغدر ونقض العهد. النوع الثاني: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، المعنى بيع الحر يكون باستعباد الحر ثم بيعه، ويكون بعتق المملوك وكتمان عتقه ثم بيعه لكسب المال. النوع الثالث: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، المعنى من اتفق مع عامل على عمل ما فقام العامل بما اتفق عليه واستوجب أجرته، ولكن صاحب العمل لم يوفي بالاتفاق فمنعه أجرته أو نقصها. لماذا خصهم الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث؟ إشارة إلى قبح فعلهم وللتغليظ عليهم. مما يستفاد من هذا الحديث: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الآخرين فتذكر قدرة الله عليك. أيضا أن هذه الخصال الواردة في الحديث كبائر وجرائم يتعين الحذر منها، أن الله ينتصر للمظلوم يوم القيامة. أيضا إعطاء كل ذي حق حقه. نتعرف على راوي الحديث. أبا هريرة رضي الله عنه نسبه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. من فضائله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ، فأصبح لا ينسى حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاته حبه للعلم، كان أبو هريرة رضي الله عنه محبا للعلم، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. عبادته من عبادته أنه كان هو ومرأته وخادمه رضي الله عنهم يقسمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يقضي هذا، وكان يصوم الاثنين والخميس. انتهينا الآن من شرح هذا الدرس، وتحدثنا عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن منع الخادم أجرته، وأيضا تحدثنا في الدرس السابق وهو أيضا مرتبط بهذا العنوان وصيته صلى الله عليه وسلم بالخدم والعمال. نلتقي بإذن الله في الدرس التالي في أمان الله.